توقعاتهم بتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض دخل الفرد. استطلاع يشير إلى أن 56% يؤيدون وقف اللجوء نهائياً. ارتفاع في بطالة الشباب بسبب الحرب في سوريا. وفيينا تسمح لراكبي الدراجات بتجاوز الإشارة الحمراء. الشرطة تعتقل 100 من نشطاء المناخ في أسبوع واحد. إنقاذ سوري يافع بحالة سيئة على جبل حدودي مع سلوفينيا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. توقع معهد البحوث الاقتصادية فيفو بتراجع النمو الاقتصادي في النمسا هذا العام بنمو مقداره 0.2% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.9%. وبيّن أن هذا التراجع من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل، مما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد والمعيشة في البلاد. وفي الوقت نفسه تتوقع ألمانيا نمواً بنسبة 0.2%، حيث يأمل رئيس المعهد جابرييل فيلبر ماير يأمل في تحفيز الاقتصاد من خلال خفض تكاليف العمالة وتخفيض رسوم الشبكة لخفض أسعار الكهرباء. أجرى معهد يونيك ريسيرش استطلاع لآراء النمساويين حول فرض قيود على اللجوء شمل 800 شخص، بيّن فيه أن أكثر من 50% يؤيدون بشكل كامل وقف استقبال اللاجئين. ودعم القيود ناخبو حزبي الحرية والشعب بنسبة 87% و58% على التوالي، بينما عارض ناخبو حزبي نيوس والخضر بنسبة تصل إلى 70%، فيما انقسم ناخبو الحزب الاشتراكي، حيث اتضح أن مواقف الأفراد تتماشى مع انتماءاتهم السياسية، في حين عارض الأشخاص الحاصلون على مؤهلات علمية عارضوا وقف استقبال اللاجئين، بينما أيده الأشخاص الذين لا يحملون شهادة الثانوية. بيّن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزايد معدلات البطالة بين الشباب دون سن 25 في النمسا، حيث شهدت أكبر زيادة بنسبة 12% بين عامين. وبيّن أن الأسباب تشمل الركود الاقتصادي وتأثير الحرب في سوريا، حيث وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 20,000 في 2022. وكشف التقرير تحديات التوظيف والاندماج للمهاجرين، خاصة أن 61% من اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما لا يجيدون القراءة والكتابة باللاتينية. أعلنت مدينة فيينا عن السماح لراكبي الدراجات بالانعطاف يمينا عند 469 إشارة مرور حمراء، حيث تم تركيب علامات المرور المناسبة لذلك. وقامت السلطات بتوسيع الإجازة ل 130 موقعاً إضافياً بعد الفحص الدقيق، حيث تهدف هذه الخطوة لتعزيز جاذبية ركوب الدراجات وتقليل الازدحام المروري، مع استثمارات تصل إلى 35 مليون يورو في تطوير مسارات الدراجات في المدينة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لتعزيز النقل الصديق للبيئة وتحسين تجربة ركوب الدراجات في البيئة الحضرية. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن اعتقال 100 ناشط مناخي خلال الأسبوع الماضي بسبب قطع الطرق وتهديد الأمن. وتم تحرير 3700 قضية ضد النشطاء منذ بداية العام الماضي وفرض غرامات وعقوبات صارمة عليهم. وتأتي هذه الحملة بعد احتجاجات نشطاء المناخ في فيينا، حيث قاموا بقطع الطرق وإغلاق بعض المباني الحكومية. وأضاف الوزير أنه تم اعتقال 900 شخص منذ بداية العام الماضي، مؤكداً أن السلطات تحظر المظاهرات التخريبية التي تسبب أضراراً كبيرة وتقوم الشرطة بإنهائها. أنقذت فرق الطوارئ شاباً سوري يبلغ من العمر 14 عاماً من منطقة جبلية حدودية بين النمسا وسلوفينيا في كارنتين. وعثر متنزه على الشاب وهو في حالة من فقدان الوعي والبرد الشديد، حيث قام باستدعاء الشرطة وفرق الإنقاذ، وتم نقله بواسطة مروحية إسعاف إلى مستشفى كلاكنفورت
ويشتبه بأن الشاب عبر الحدود بشكل غير قانوني، حيث سيتم استجوابه في وقت لاحق. وأكدت فرق الإنقاذ الجبلي أنه كان محظوظا بسبب العثور عليه في الوقت المناسب. نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، ونذكركم بضرورة تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. أطيب الأوقات، إلى اللقاء.